ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلامة، شوف واشنو دار شخص لشاب وسط سوق الجملة. اهتزت مدينة ولاد تيما زوال أمس الجمعة 5 أبريل الجاري على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني ينحدر من جماعة سيدي موسى الحمري ضواحي المدينة، وذلك بعد تلقيه عدة طعنات بالسلاح الأبيض. وأفادت مصادر القناة أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول الضحية في مشادات كلامية مع المشتبه فيه أثناء تواجدهما بسوق الجملة بمدينة ولاد تيما، قبل أن يوجه هذا الأخير عدة طعنات للضحية بواسطة سكين من الحجم الصغير، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة كانت سببا في وفاته. وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة والذي ينحدر من منطقة القليعة ضواحي أيت ملول، قام مباشرة بعد تنفيذ جريمته بالتوجه إلى السوق البلدي وسط المدينة قبل أن تتمكن عناصر القوة المساعدة من توقيفه وتسليمه إلى عناصر الأمن. واستنفر هذا الحادث السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية الذين حلوا بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي ولاد تيما قصد إخضاعها للتشريح الطبي. هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة. من صلاة الجمعة بعدما أقدم شخص قيل بأنه أحمق ويعاني من اضطرابات عقلية ونفسية على توجيه طعنات قاتلة لغريمه ما أدى إلى وفاته على الفور، تم نقله صوب مستودع الأموات من أجل إخضاع للتشريح الطبي من أجل معرفة السبب الرئيسي للوفاة، فيما تم توقيف الجني وإحالته على مفوضية الشرطة على مستوى مدينة هوارة. إن لله وإنا إليه راجعون. ربما لم تشهد المنطقة من ذي قبل هذه الجريمة البشعة، كما كتشوفوا يعني السوق أصبح خاليا تماما بعدما أصيب كل الحاضرين بذهول كبير جراء هذه الجريمة المروعة التي اهتزت لها منطقة هوارة ككل وسوق الجملة. كما كتشوفوا معنا هدوء وسكون، ربما الهدوء الذي بطبيعة الحال كما كتشوفوا هذه هي كما كتشوفوا على المباشر متابعينا الأوفياء.